انا عايز اقول ان انا صعبان عليا مصر، صعبان عليا جيش وشرطه بيستشهدوا كل يوم سواء في سيناء او هنا، بيتحملوا البرد والمطره ويتحملوا يقفوا في الشوارع، وفي ناس مغيبه تعمل لتنظيم ارهابي دولي. وبعدين لو هما بيعملوا ده الناس المغيبه دي، طيب ماشي، او هما ليهم مصلحه وبيأدوها. اللي بيثير الدهشه طلبه الجامعه. انا مش عارف، انا مش مصدق اللي بيحصل. ايه مصلحتهم؟ حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. فانا صعبان عليا جدا، وما اقدرش الوم اهاليهم، لان اهاليهم من التنظيم الاخواني الارهابي، فاكيد هم بيشجعوهم على كده. يبقى دور الحكومه هو اللي دور محبط، مفيش قرارات رادعه، مفيش طالب يولع ويخرب. ولسه تقرير الطب الشرعي اثبت ان طالب الهندسه مات من نوم، ومع ذلك في حاله ليونه وسيوله، مفيش قرارات حاسمه، مفيش قرارات حازمه من حازم، حاجة تضغط يعني. في تساهل وفي سيبان من الحكومة. هذا خطوبة، الناس سكتت، الحكومة سكتت، هدفه مولوتوف سكتوا، بقوا يضربوا رشاشات سكتوا. فهو السكوت ده اللي بيعلم الجرأة. فما ينفعش تضيع البلد يا اخوانا، جيش وشرطة بتموت واحنا بنتفرج. منظمه ارهابيه؟ لا، اصل لازم القضاء يحكم. مش عارف، العالم كله بيقول ان دول ارهاب واحنا لا. انا مش فاهم يعني ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا. حرام عليكم، مصر عظيمه ما تضيعوهاش. هننزل، وانا واثق بمشيئه الله ان في 14 و15 الشعب هينزل بظاهره غير مسبوقه ايضا في تاريخ الامم، زي ما نزلوا 30 يونيو هينزلوا، والنماذج باينه، والناس احاسيسها موجوده وعارفه ان تراب البلد دي نكحل فيه عينينا. بس الحكومه تساعدنا، تقف معانا. ايه، فين الطلبه اللي اتفصلوا؟ طالما ان انت جاي طالب بتقبض من بره او بتخرب عشان تاخد فلوس او لمصلحه ناس، تحمل العقاب. انت جاي تدرس مش جاي تخرب بلدك. انت لا مصري ولا طالب. فما ينفعش كده يا اخوانا. يا دكتور ببلاوي، يا رب تكون سامعني، ما ينفعش. يا دكتور حسام عيسى، ما ينفعش. يا دكتور برعي، ما ينفعش. احنا عايزين 100 سيسي في البلد ولا ايه عشان يبتشوها؟ حرام عليك.